هل ارتداء المرأة للنعال ذات الكعب العالي جائز كنوع من أنواع التجمل للزوج ونحو ذلك أم لا؟ إذا كانت المرأة تتجمل بالكعب العالي في بيتها لزوجها فلا مانع من ذلك ولا بأس بذلك، بل يستحب إذا كان تزينا للزوج، يستحب إذا كان تزينا للزوج. أما إذا كانت تلبس هذا الكعب العالي تتبرج به للرجال الأجانب فهذا محرم وممنوع، لأنه يحمل فسادا، والله عز وجل لا يحب الفساد. ولقد ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المرأة من بني إسرائيل كانت تلبس القالبين نعال ذات كعوب عالية، وتذهب إلى المسجد فتستشرف بهذا للرجال، فمن أجل ذلك لعن وسلطت عليهن الحيضة. معنى سلطت عليهن الحيضة أي أن الحيض أتتهن بغزارة، بدلا من أن تكون مدة الحيض 5 أيام مثلا أصبحت مدة الحيض 15 يوما أو 10 أيام. أو أيضا أصيبت كثيرات من هؤلاء النسوة بمرض الاستحاضة، أصيبت الكثيرات من النسوة بالاستحاضة من جراء هذا التبرج والاستشراف للرجال. كانت المرأة من بني إسرائيل تلبس القالبين تعني النعال ذات الكعوب العالية، وتذهب إلى المسجد فتستشرف بهذا لخليلها، تستشرف بهذا لخليلها، فمن أجل ذلك سلطت عليهن الحيضة، وجاء فيهن الذم الذي قد جاء في شأن نساء بني إسرائيل. أما في البيت فكما سلف، فعندنا العمومات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق،